نبدأ بقى أول أخبارنا بحضراتكم. الخبر اللي جاي ده بصراحة هو أعتقد من الأخبار الجيدة، لأن سيادة الرئيس بيصدق هنا على اتفاقية مقر كاف. دايما القيادة السياسية زي ما احنا عارفين هي مهتمة بكل ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، لكن أنا هنا في الخبر ده تحديدا بتكلم عن اهتمام كبير من قبل الرئاسة والدولة بالرياضة في تطوير طبعا حركة كمان الحركة في على الساحة الرياضية. رئيس عبد الفتاح السيسي صدق على القرار رقم 149 لعام 2020 ده بخصوص اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي زي ما كلنا تابعنا، ودي بتهدف لمواصلة دعم أنشطة الكاف وجهوده لتسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين كمان شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية. ده طبعا يا كريم بناء على استعداد الكاف لمواصلة تواجده التاريخي في مصر وبالتعاون معها زي ما احنا كلنا متابعين. بتتضمن الاتفاقية دي 24 مادة اشتملت على عدة أحكام بتستضيف بموجبها الحكومة المصرية مقرا دائما للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وبتمنح كمان الاتحاد حق استخدام ويجوز للكاف وفقا للاتفاقية إقامة هنا منشآت فنية، مباني خارج مقره لأغراض البحث والتوثيق شريطة طبعا موافقة الحكومة المصرية. فده أعتقد كده خبر كويس يعني طبعا. أكيد أكيد. طيب تعالوا بقى نروح على لبنان الحبيبة، وطبعا أكيد حضراتكم تابعتم معانا للأسف الشديد الانفجار الكبير اللي حصل امبارح في بيروت واللي نتج عنه خسائر في الأرواح وفي الممتلكات. الحقيقة كل العالم كان متعاطف مع لبنان ومع الشعب اللبناني، وبطبيعة الحال احنا كمصريين احنا من اكتر شعوب الدنيا حبا للشعب اللبناني، قلبنا مع شعب لبنان وقلبنا مع بيروت الحبيبة، وان شاء الله ما نسمعش عن لبنان وشعبها الجميل غير كل خير. هم الحقيقة الفترة الأخيرة يعني مش عارف الدنيا مش ضابطة خالص هناك على كل المستويات وعلى كل الأصعدة، بس ان شاء الله الموضوع ده ينتهي عن قريب. طبعا زي ما العالم كله تعاطف مع شعب لبنان، اكيد نجوم الكرة العالمية هم كمان تعاطفوا مع الشعب اللبناني، منهم مبابي لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي اللي قال جميع صلواتنا لضحايا حادث هذا الانفجار بلبنان، وكمان النرويجي هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني نشر صورة للبنان مستخدما هاشتاج صلي للبنان. كمان لاعبنا المصري والدولي محمد صلاح كتب وقال صلوا من أجل لبنان، معربا عن خالص تعزيه ومواساته لأسر الضحايا. وأكيد نجوم العالم العربي والعالم كله متضامنين مع لبنان الجميلة، البلد المحبة للحياة، وبنقول يا رب إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يحمي أهلنا وإخواتنا وقرايبنا وحبايبنا في لبنان الحبيبة. بص هو كمان من متابعتنا لهذا الخبر مفروض ان عدد القتلى اقل بكتير من عدد المصابين، فطبعا احنا تعازينا لاهالي المتوفين ونتمنى طبعا الشفاء العاجل للمصابين ونتمنى الوضع يتحسن. زي ما كريم كان بيقول احنا في الفترة الاخيرة كلنا كان يعني قلبنا مع لبنان تحديدا لان الوضع كان لحد ما مضطرب على اصعدة مختلفة، فنتمنى ان شاء الله الوضع يتحسن في لبنان وفي الوطن العربي كله. الخبر اللي بعد كده خاص او تحت عنوان ان وزير الشباب والرياضة بيناقش مع رئيس اتحاد التجديف خطة النشاط. كمان في النشاط الثاني هنا اللي احنا بنتكلم عنه ان نشاط التجديف هيكون راجع في اغسطس وهو بطولة الجمهورية للتجديف. الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التقى بالدكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف هنا لمناقشة خطة النشاط في الفترة المقبلة وكمان استعدادات الاتحاد لإقامة بطولة الجمهورية. استعرض خطة الاتحاد وخطوات إقامة بطولة الجمهورية للتجديف واللي بتدخل فيها ضمن درجات الحافز الرياضي. المقرر كمان إقامتها في نهاية أغسطس الجاري. طبعا زي ما احنا عارفين دكتور أشرف صبحي أكد هنا في تصريحات كتيرة أن الوزارة دايما بتقدم كل الدعم للاتحادات الرياضية من أجل إقامة البطولات المختلفة والبدء كمان بعودة النشاط الرياضي تدريجيا بعد جائحة كورونا مع أخذ كل الإجراءات الاحترازية المتبعة. تمام. وكمان الفترة الراهنة بتشهد استعدادات على كافة الجوانب من أجل عودة الرياضة في مصر بالتدريج، وده طبعا اللي أكيد كل حضراتكم كعشاق للرياضة بشكل عام وأكيد لكرة القدم بصفة خاصة مستنين اللحظة دي. الدوري المصري يعني بينتهي من فترة العزل وعودة الإثارة والتشويق من جديد. مسابقة الدوري أخيرا هترجع بعد توقف أكثر من حوالي 4 شهور بسبب اللي ما تتسماش جائحة كورونا، ربنا يعفي عنا جميعا يا رب. هيكون طبعا ده مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية جميع أفراد المنظومة الرياضية، وكانت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ عمرو الجنايني أعلنت جدول المسابقة وقررت استئنافها بالمباريات المؤجلة. أولا المسابقة هترجع ابتداء من بكرة إن شاء الله بمباراة الزمالك والمصري على استاد برج العرب، ودي المباراة المؤجلة من الجولة رقم 14، وبعديها على طول مباراة الأهلي وإنبي يوم الأحد الجاي إن شاء الله في لقاء مؤجل من الجولة 15.